Goliath. تحية لدارجة إلى كل الصخور القاعدية التي تأبى إلا أن تحلق عاليا فوق قمم العزة والكرامة. تحية عالية إلى عريس السعداء لبطل المغوار مصطفى المزياني. تحية عالية إلى أولئك الأبطال الكواكب القابعين في زنازين النظام الرجعي والذين يرسمون بأحلامهم لحماء الغد القادم على أجنحة العمال والفلاحين. تحية عالية إلى نواصي الحرية سعيدة سعيدة من البيت. أيها الرفاق أيتها الرفيقات، أنا الدكتور الصعلوك عادل أبني الذي أنجب في الآونة الأخيرة موجودته الثانية، ألا وهي رواية الرسيلسون في قصر المتعة. فكما تعلمون جميعا لقد ولدت بإعاقة شبه تامة تتغلغل في جسدي، وحملني أبي البطل على كتفيه العاريتين وجاب بي مشارق الأرض ومغاربها إلى أن شفيت من إعاقتي نسبيا. ولقد استطعت